كل ده نعرفه دلوقتي من خلال زميلنا كريم أحمد المتواجد حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لأن على طول في استئناف للتدريبات لا وقت للراحة. وقدامكم طبعا الفيول عالي جدا والمتميز لمقر النادي الأهلي في الجزيرة. كريم مساء الفل، وآخر الأخبار عندك والجديد لو في جديد بعد مباراة النهاردة وقبل الاستعداد لمباراة الداخلية. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. بنبارك أكيد لكل جمهور النادي الأهلي، للاعبتنا اللي الحقيقة في فترة ضغط كبيرة جدا، وما بتشوف النتيجة محمد بالإصرار الكبير جدا بالرغبة الكبيرة عند لعيبة النادي الأهلي. عشان كده بنقول كل التحية والتقدير للعيبة النادي الأهلي على الرغبة الكبيرة المتجددة في كل مباراة مهما كانت الظروف. بتشوف تكتلات دفاعية، بتشوف تكتيك بيمثلك صعوبة شوية في إن أنت توصل للي المرمى، كل الأمور دي الحقيقة بتقابل صعوبة على المستوى التكتيكي والفني، لكن امر مميز جدا ان انت تحقق هدف واثنين وثلاثه واربعه وبتهدر اهداف بيتالق عدد من اللاعبين. فعشان كده بنبارك لكل اللاعبين، مباراه كانت مهمه جدا، ثلاث نقاط مهمين جدا. النادي الاهلي الحقيقه في ظل هذا الضغط بيخطو خطوات ثابته للامام لاعتلاء المنصه كالعاده، ومنها الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. مباراه كانت غايه في الاهميه، زي ما قلنا كل 72 ساعه مباراه، امر بيكون صعب شويه على الجهاز الفني وعلى اللاعبين، لكن هو ده قدر النادي الاهلي. لابد ان انت تكون مستعد بشكل كبير، التيم كله لابد يكون على قلب رجل واحد، زي ما قلنا اكتر مره محمد اللي قاعد على الدكه قلبه اكتر كمان من المتواجد في الملعب. عشان كده ربنا بيكرم المجموعه كلها وبتشوف هذا الاداء المميز. الصفحه انتهت تماما بالنسبه لمباراه طلائع الجيش، عندك مباراه مهمه جدا. ولو نتذكر المباراه الداخليه اللي كانت ايضا كمان من عدد قليل من الايام الماضيه، الشكل كان فيها عامل ازاي، النادي الاهلي ما كانش مستوى مميز في هذه المباراه. عشان كده مباراه الداخليه القادمه لابد يكون فيها تركيز اكبر من مباراه طلائع الجيش. كل مباراه لابد ان انت تحط هدف كالعاده، هو الثلاث نقاط، ومنها ايضا كمان ان انت المنافس اللي قدامك تدي له كل الاحترام والتقدير مهما كان تواجده في جدول الدوري العام، مهما كان عدد نقاطه. كل فريق بيقابل النادي الاهلي سواء مباراه كاس او ايضا كمان بيقابل نادي القرن، عشان كده بنشوف مجهود كبير بيبذل من الفرق المنافسه اللي بتقابل فريق النادي الاهلي. لكن ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره جدا في كل المجموعه، وايضا كمان مع مستر كولر اللي بيحاول ان هو يعمل روتيشن كبيره محمد خلال الفتره الماضيه والفتره القادمه. مهم جدا ان انت توزع الجهد، مهم جدا ان انت تحضر كل اللعيبه، لازم اللعيب يكون رجليه في ارض الملعب حتى لو دقائق قليله، لكن ان انت بتدي له عدد من الدقائق ده امر كان مهم جدا. فقدان عدد من اللاعبين من الاصابات، يمكن احنا لو بنتكلم على الاصابات محمد متواجد معانا طبعا مستمر في التاهيل عمر كمال وبيرسي تاو، لكن بينضم لهم امر خاص طبعا بعيدا عن الاصابه وهو الحصول على ثلاث انذارات، اكرم توفيق وايضا كمان طاهر محمد طاهر. لكن بشكل عام يعني زي ما بقول لك السكواد النادي الاهلي سكواد مميز مليء باللاعبين المميزين اللي يقدر مستر كولر ان هو يعني يجد عنصر واثنين وثلاثه حتى لو في مكان مش مكانه. فالحمد لله الامور طيبه جدا بالنسبه للفريق، بدون راحه النهارده ريكفري. النادي الاهلي هيستعد لتدريب ايضا كمان بالنسبه ليه غدا، مباراه الخميس مباراه مهمه زي ما بقول، لكن الحمد لله محمد الامور ماشيه بشكل مطمئن جدا لفريق النادي الاهلي. طيب قبل مباراه طلائع الجيش يمكن كنا حصلنا على تصريح من دكتور احمد جاب الله طبيب فريق النادي الاهلي، واكد لنا ان اكرم توفيق سليم وكمان عمر كمال عبد الواحد نزل في التدريبات الجماعيه وبيرسي تاو لسه شويه وقت. وبالفعل لما تابعنا مباراه طلائع الجيش لقينا اكرم موجوده في التشكيله الاساسيه، ولكن عمر كان لسه اول تدريب فما كانش في وقت مساحه انه يكون جاهز للمباريات. نزل التدريبات ولكن الفورمه لسه شويه. هل ممكن من النهارده نشوف عمر داخل في التقسيمه، ممكن يلحق لقاء الداخليه؟ ولو عندك تفاصيل على بيرسي تاو، البرنامج التالي يخلص امتى يا كريم؟ يعني هل ممكن يلحق الماتش اللي جاي، ولا بيتم تحضير وتجهيز بيرسي تاو لمباراتي بيراميدز اللي هيكونوا بالتاكيد يعني علامه فارقه في مشوار الدوري العام؟ بالتاكيد يا محمد، طبعا انت عارف التاني الكبير جدا من الجهاز الطبي ومن الجهاز الفني على الدفع باللاعب في المباريات ده بيكون في تحفظ شويه. يمكن عمر شارك في التقسيمه، شارك في التمرين الجماعي، لكن ايضا كمان بحرص يا محمد دون تدخلات قويه، لان انت لما تفقد لاعب في هذه الفتره فتره طويله بيكون امر صعب شويه. منتظرين النهارده نشوف عمر كمال في التقسيمه، ومنتظرين ايضا كمان نشوفه في تدريب الغد. الامور بتتضح يا محمد لما بنشوف الالتحامات والاشتراكات، الامور اللي فيها سبرنتات بالنسبه للتقسيمه دي اللي بتديك انطباع ان هو حتى ممكن يكون متواجد في القائمه، يبقى كارت على دكه قلب دلاء بالنسبه لمستر كولر. لكن عمر ماشي بشكل منتظم وهو خلاص يعني في المرحله الاخيره للدخول ان شاء الله في قائمه المباريات. على الجانب الاخر الحقيقه بيرسي تاو زي ما بقول لك الخلفيه بتكون صعبه شويه محمد، بيبقى فيها ايضا تاني كبير
بيكون فيها قياسات عديده جدا، بيكون فيها شكل تدريجي بالنسبه ليه للدفع حتى في التدريبات. بيرسي يعني زي ما انت قلت مباراه بيراميدز الحقيقه مباراه مهمه جدا، ومباراه ايضا كمان لفريق النادي الاهلي هتكون مباراه حاسمه وفاصله. فيمكن بيرسي تاو التاني الكبير عليه والهدوء الكبير عليه بالنسبه للجانب التاهيلي، لان انت عندك ضغط كبير جدا وعندك مباريات مهمه خلال المرحله القادمه. عشان كده بنقول يعني اما بيكونوا في التدريبات بيادوا بشكل كويس، الناس ممكن تقول لك ظهر في التدريب ادى اداء كويس، لا كولر ممكن بيدي انطباع للجميع تدريب واثنين وثلاثه واربعه على اساس ان هو يوصل للمرحله الذهنيه المميزه جدا. وايضا كمان بتقيس الامور دي كلها على الجانب الطبي والشكل الطبي مع التقرير الخاص من الدكتور احمد جاب الله اللي بيقوم بدور كبير جدا الحقيقه مع كل فريق النادي الاهلي. مش هنستعجل نزوله مع محمد على قد ما احنا الحقيقه يعني بنقول كل لعيب يكون داخل قائمه النادي الاهلي لابد يكون جاهز بنسبه 100%، لان الاحتياج في المباريات بيكون يعني ظرف طارئ، ممكن لعيب يصاب تحتاج ان انت تلاعب لعيب في مكان مش مكانه، فعشان كده لابد يكون جاهز بنسبه 100% من الجانب الطبي. لكن معانا الحمد لله النهارده نقدر نشوفه، وبكره ان شاء الله يا محمد نقدر نشوفهم في تدريبات، ومش بعيد ممكن نلاقي عمر كمال في قائمه فريق النادي الاهلي بالنسبه لي المباراه القادمه. طيب سؤال اخير يا كريم، برنامج الفريق وجدول تدريبات الفريق لغايه مواجهه الداخليه باذن الله. يعني النهارده التدريب مستمر يا محمد الساعه 6 ان شاء الله باذن الله، غدا نفس الموعد ومن المعسكر مغلق بمشيئه الله كالعاده، مباراه يوم الخميس كلنا طبعا منتظرين هذه المباراه، المباراه الهامه جدا مباراه الداخليه. الامور كلها اعتياديه يا محمد بالنسبه لي للتدريبات، جو يمكن الطقس متقلب شويه، لكن في هذا التوقيت الحقيقه درجه الحراره اهدى شويه، توقيت الساعة 6 ده بيكون توقيت يعني نوعا ما مقبول شوية بالنسبة لي اللاعبين. فالنادي الأهلي منتظم في تدريباته في موعد الساعة 6 ومنها المعسكر مغلق إن شاء الله استعدادا لمباراة الداخلية القادمة إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي المتواجد حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة قبل انطلاق التدريب بأقل من حوالي 45 دقيقة. معنى الكلام إنه لا وقت للراحة من مباراة الجيش لمباراة الداخلية لمباراة الجيش فيما بعد، لا وقت للراحة، ضغط يعني بدني ونفسي وعصبي وذهني غير طبيعي. ربنا يكون في عون الجهاز الفني واللاعبين، لكن احنا عندنا ثقة كبيرة جدا انهم هيتخطوا المرحلة دي وهيكونوا جاهزين بإذن الله للمباريات اللي جاية. نخرج إلى فاصل ثم نواصل.